ولسه بنستكمل معاكم صباح اون تايم من داخل مدينة العالمين الجديدة، وبنستمتع بمدينة السحر والجمال. وطبعا هنا مدينة السحر والجمال ما بتخليناش ننسى كمان ان الناس بتستمتع هنا بالرياضة وبالكورة، وبتكون حريصة ان هي تشوف وتستمتع بالرياضة الخاصة بيها. وهنا كرة القدم بالتأكيد اللعبة الشعبية الاولى، ناس كتير جدا كانت حريصة بالامس في الممشى السياحي طبعا، وزي ما بقول لكم الشاشة الضخمة والعملاقة اللي متواجدة هنا في اخر الممشى السياحي ان هم يتابعوا مباراة النادي الأهلي في مسابقة كأس مصر أمام فريق الألمنيوم في دور الـ 32، وفاز النادي الأهلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء. أحرز الهدف نجم الفريق محمد هاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع. مارسيل كولر كان حريص ان هو يلعب المباراه دي بتشكيل يعني مختلف تماما عن المباراه الاخيره اللي خاضها في مسابقه الدوري المصري الممتاز، وهي مباراه مودرن سبورتس. يعني يمكن يكون التشكيل كله كان متغير باستثناء رامي ربيعه، شفناه بيدفع كمان بكريم فؤاد وكريم ندفد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم من البدايه، كهربا من البدايه وياسر ابراهيم، شفنا مصطفى شوبير في حراسه المرمى بعد عوده محمد الشناوي مره تانية. كل التفاصيل دي عشناها في أجواء رائعة جدا من مدينة العالمين الجديدة. شفنا ضربة جزاء أضاعها وسام أبو علي ما قبل أن يحرز محمد هاني هدف الفوز والرائع جدا، واللي خلى النادي الأهلي يصعد لدور 16 وهيقابل في المباراة القادمة فريق فاركو. كده نادي الزمالك هيواجه فريق طلائع الجيش في دور 16، والنادي الأهلي هيواجه فريق فاركو بإذن الله.